طيب نروح من النادي الاهلي للنادي المصري، الاسماعيلي الاول وبعدين نروح للنادي المصري. انا معايا على التليفون كابتن اشرف خضر المدير الفني الحالي للنادي الاسماعيلي، نعرف منه الموقف بقى بعد ما خوان براون ما راح. كابتن اشرف خضر والله والله هو رجل المهمات الصعبه. كابتن اشرف تعالى تبقى موجود في اللجنه، حاضر. وهو كان ضيف هنا حتى كمان من فضل، تعالى كابتن اشرف من فضل حضرتك تبقى موجود مشرف على الكوره، حاضر. تعالى مدرب عام، حاضر. تعالى مدير فني في الفتره ديت لحد ما الامور تتحسن والاوضاع يقدر نادي الاسماعيلي يتعاقد مع مدير فني، حاضر. والحاضر اللي بيقولها كابتن اشرف خضر دي حاضر ليها علاقه بمدى الحب والارتباط بالنادي. يا كابتن اشرف اهلا وسهلا بك ومساء الفل. حبيبي يا كابتن ابراهيم، مساء الفل، وحشت كتير يا كابتن. وحضرتك والله يا كابتن اشرف. وخليني اسالك، يعني انا كنت بتكلم لسه من ثواني على انه كابتن اشرف خضر دايما جاهز، شغلت منصب المدرب العام قبلها في اللجنه قبلها في الاشراف على الكره. ليه يعني ليه طول الوقت انت جاهز وليه انت موجود، وليه احيانا احس ان انت ممكن تيجي على نفسك شويه انك تمسك مكان بشكل مؤقت وانت تمتلك تاريخ كبير مع النادي الاسماعيلي؟ والله يا كابتن ابراهيم، يعني مش اشرف خضر بس اللي بيعمل كده، ولاد النادي الاسماعيلي كلهم متربيين على كده. زي ما جماهيرنا بتحب نادينا بشكل كبير، احنا كمان يعني لعيبه في النادي متربينا في النادي. انا من وانا عندي 10 سنين وانا ناشئ في النادي الاسماعيلي يا كابتن ابراهيم، وده بقول لك كل يعني محبين النادي ولعيبه النادي كلهم بيعملوا اللي بيحصل دوت محبه للنادي، مش محبه لاشراف خالص، محبه للنادي. احنا بنحب النادي بتاعنا وبنضحي، وزي ما حضرتك اتفضلت وقلت اعتقد ان التاريخ بيقول كده. اشتغلت كتير انا في ظروف صعبه الحمد لله رب العالمين يعني. وبس دي يا كابتن ابراهيم الحاجه اللي مزعلاني، يعني ايه هي؟ اشتغلت كتير وكلها نتائج محترمه جدا جدا جدا، وكلها كانت في ظروف صعبه واتعملت حاجات الحمد لله بفضل الله. اعتقد ان هي يعني موجوده بالارقام والاحصائيات وده المهم، لكن الحمد لله رب العالمين. طب ما ده يخليني اسال حضرتك، هل الكلام مع حضرتك انك تشغل هذا المنصب كمديرا فنيا مؤقتا، ولا لو النتائج بقت كويسه هيكمل الكابتن اشرف خضر، ولا الوضع عامل ازاي؟ والله يا كابتن ابراهيم لا، الوضع انا الكلام اللي اتقال لي بكل امانه ان مستر براون، اتبلغت مستر براون خلاص الراجل بالتراضي الموضوع انتهى. أيوة. وانت هتشتغل ومعاك الكابتن حمص. أيوة. واحنا جايبين مدير فني او جهاز فني يعني خلال يومين ثلاثه. فبصراحه الناس قالت كده وانا ما احترمهم جدا وانا موافق على كده. لو ساعه هشتغلها في النادي الاسماعيلي انا وحمص طبعا للظروف اللي النادي فيها، وبعد كده ان شاء الله ما فيش اي مشكله خالص. طيب هل المدير الفني اللي جاي هو مدير فني اجنبي ولا مدير فني مصري زي ما سامعين ترشيحات مصريه لمديرين فنيين؟ لا هو ترشيحات مصريه، لكن انا اللي يعني كابتن حمد ابراهيم هو الاقرب فعلا. الكلام كده اه طبعا، يعني كلام كده كابتن حمد ابراهيم. طيب مين هيبقى موجود معاك؟ كابتن حسني عبد ربه مثلا مدير الكوره ومشرف عام على الكوره؟ ده كلام برضو بيتقال وكلام موجود يعني. كلام برضو بيتقال وكلام موجود. وانت حضرتك ما عندكش مشكله انت وكابتن حمص تكملوا الوقت. طب الوقت ده لمدته قد ايه؟ مباراه ولا اتنين ولا الوضع ماشي ازاي؟ والله يا كابتن ابراهيم ما عنديش فكره عن اي حاجه. انا بمرن انا وكابتن حمص الحمد لله بقى لنا يومين. الحمد لله رب العالمين الفرقه بتاعتنا كويسه، بطمن جمهورنا ان شاء الله. لا النادي ان شاء الله الفتره اللي جايه يعني هيروح لحته كويسه. ماتشك اللي جاي امتى يا كابتن اشرف؟ الماتش اللي جاي للنادي الاسماعيلي يوم الاربعاء يا كابتن. يا كابتن احنا النهارده خلاص احنا دخلنا في الحد. طبعا. طيب يعني انت المفروض ان انت بتمرن فرقتك على الماتش بتاع الاربعاء. اكيد طبعا. طيب انت بتمرنها على ماتش الاربعاء ولا انت هتمرنها على ماتش الاربعاء ويجي جهاز فني يستلم قبل الاربعاء؟ يا كابتن احنا احنا راضيين بكل حاجه. يا كابتن ما بتكلمش على الرضا يا كابتن اشرف، انا عارف انت سيد الناس، انت سيد الناس في الرضا، الهي ربنا يبارك لك، انا عارف حبك قد ايه. انا بتكلم على يعني بتكلم على الفكره بتاعت التيم وجاهزيته، يعني انا كمدير فني هبتدي احفظ اللعيبه بتاعتي احنا هنعمل ايه في الماتش اللي جاي ورا الخصم. كابتن ابراهيم هو الكلام ده بيحصل. بنشتغل باحترافيه، اللعيبه الحمد لله رب العالمين حالتهم كويسه جدا، اللعيبه مبسوطه جدا بفضل الله،
بنتمرن فعلا للماتش عشان القرار بتاع مجلس الاداره واحنا بنحترمه. لو هيبقى في جهاز قبل الماتش يعني هيلاقوا الفرقه مستعده ان شاء الله والامور تمام. فانا بتكلم المعلومات اللي عندي. ده كلام محترم، ده كلام محترم، يقول انه يعني انت راجل شايف شغلك بشكل احترافي وبغض النظر عن اي حاجه، فانت عارف تعمل ده مع الفرقه. عشان بس انا ليه بروح للحته ديت، الايضاحات بتبقى مهمه، ده وقت صعب جدا بالنسبه للنادي الاسماعيلي، وبالتالي ان شاء الله باذن الله تخطى النادي الاسماعيلي بولاده المخلصين وباخلاصهم وبهدوءهم وبثباتهم الانفعالي. يعني اللي بشوفه من حضرتك ده شيء طيب جدا جدا. طيب طيب ان شاء الله باذن الله الامور بقى كيف تراها من وجهه نظرك؟ عايز تقول ايه لجمهور النادي الاسماعيلي في التوقيت ده؟ انا عايز اقول لجمهور النادي الاسماعيلي يعني عمرنا ما زعلنا منهم، حتى لما في بيبقى في شويه يعني ضغط على بعضنا، مش كلنا على بعضنا يعني، لكن احنا انا بالنسبه لي الجمهور بالنسبه لي احسن حاجه، وهم فعلا فعلا استحملوا كتير الفتره اللي فاتت. بطلب منهم ان هم يتحملوا اكتر ويقفوا جنب النادي، جنب النادي مهم جدا الكلمه دي، مش اسماء، مش اسماء، اقف جنب الاسماعيلي. جنب الاسماعيلي، الاسماعيلي يستاهل الكتير والاسم الكبير دوت، وهم طول عمرهم فعلا واقفين وهم اللي بيعملوا الفرق، هيعملوا الفرق ان شاء الله الفتره اللي جايه. اي حد هيمسك النادي كلنا بنسانده، كلنا بنقف معاه عشان ان شاء الله نعدي بشكل يبقى مرضي ان شاء الله لجماهيرنا ومحبينا ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله باذن الله، كل تمنياتنا بالتوفيق للاسماعيلي، وكل تمنياتي لحضرتك بالتوفيق يا كابتن اشرف، ربنا يا رب يكرمك ان شاء الله باذن الله في المواقف. بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن اشرف خضر المدير الفني الحالي للنادي الاسماعيلي.